لكم متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر من مدينة سلا. اليوم كنتواجدوا مع مي رقية، كما كنعرفوا هذه الامرأة العجوز اللي كتعيش في هذا البيت بوحديتها، ما عندها لا حليل لا رحيم، ما عندها لا راجل، ما عندها لا ولاد، ما عندها لا عائلة. هاد السيدة بحاجة للدعم ديالكم وبحاجة باش تعاونوها وتعطيوها يد المساعدة، وما كناش يعني نحاولوا شي واحد يتكلف بها او نصيفطوها لدار العجزة ويعني تعيش ما تبقى لها من العمر بعد عمر طويل، لان مش قريبة عند اي واحد، اي واحد يمكن يموت، ماشي جات بالسن او بالمرض. كنتمنى من الناس اللي كتبعونا على قناة شوف تي في داخل او خارج الارض الوطن نحاولوا نعاونوا مي رقية. الله يجزيكم بخير، بقوا معنا باش نعرفوا الظروف اللي كتعيش منها. مرقية بخير، قولي لي عاودي لي على المعاناة ديالك، كيفاش كتعيشي بوحدك؟ يعني كنجلس بوحدي بحال الناس، كنجلس بوحدي ما تاكل لا حد ما تاكل حد، غادي نمدد معاهم. ما عندك لا ولاد، ما عندك لا راجل، ما عندك لا عائلة؟ ما عندي راجل، ما عندي ولاد، ما عندي حتى حاجة. والعائلة ما عندكش؟ ما العائلة ما عندهاش مسكين، لا قضيت العائله ما عندهاش. وشكون اللي كيعاونك في هادشي زعما؟ غير الناس والجيران. الجيران هو اللي الناس والجيران. نجي نهضر معاك، نجي حدا، نجي حدا نقول لك شنو كاين، انا نقول لك من هنا ماشي مشكل. ها نعم سيري نشوف ولا شي ماما اللي غادي تامن عليها. واش غادي تعاود لي المشاكل ديالك؟ شنو بغيتي؟ شكون هي هذه؟ شكون هما غيشوفوا لا غادي اللي غادي هادي مرقية كتعيش معانا في الحومة. انتوما كتساكنين في الحي؟ حنا حي واحد ساكنين، ما عندها مسكينة لا حنين لا رحيم، لا اللي غيوقف معاها، لا اللي يشد بيديها، لا حتى شي حاجة. إلا مرضات وخصاتها غير كاينة ديال الراس، ما كتلقاش اللي يشريها ليها، ما كتلقى حتى شي واحد اللي يساعدها، وإلا عطاها شي واحد شي حاجة مكسور اللي راه بقى مسكينة حتى هي بحال شادة زهايمر، كتشد حاجة في يديها وما كتعقلش عليها واش هي اللي شادها. راه خاص لي غادي يقابل هاد السيده هادي، واش غتبقى تضيع تتلح فينا في الزناقي؟ شي نهار غيلقاوها ميته فشي قدس، ما كاينش اللي غادي يعرفها حتى شكون هي. علاش دابا بحال هادي؟ هادي ماشي حاله، دابا انسانيه. فينا هما هاد المحسنين؟ فينا هما هاد الجمعيات؟ فينا هي الدار العجزه؟ حتى واحد ما كيبغي. علاش هو تيقول لك لا كاين المحسنين؟ وفينا هما المحسنين؟ ها هما الحالات قدامهم تيبانوا، كنجدو بيهم، ما بغا حتى شي واحد لا اللي يهضر ولا اللي يتدخل ولا حتى شي حاجه. دابا من دابا خمس ايام هادي عاد جابوها هاد الدراري، مشات مع في القوا، كاين القوا الويل عليه ديال اش تيقولوا ليه هذا سميتو لا فين كاين سيدي موسى، تيلقاو تما هي مليوحه حدا الحجر. وهذه دابا الا جدا شي واحد تكرفس عليها وهي فهاد السن هذا، شكون غادي يكون بها؟ ما كاين حتى شي واحد اخويا اللي غيكون بها. ها هي قدامكم، ها راه ما كتقش تنوض وما كتلقى حتى شي واحد، لا ليه راه دابا غير الجيران اللي راهم تيدخلوا تيصبنوا لها حويجاتها، تيغسلوا لها معيناتها. وهي تسكن في صاحب القايد. كتسكن في صاحب القايد. عندي مرا وحده تتحكم. شكون اللي تيعاونك؟ عطا الميكرو، حتى لها الميكرو. دير لها الميكرو، دير لها الميكرو. هادي اسمها رابحه. وحده قال لك اللي كتقابلها، وحده اللي كتدخل تغسل ليها وتصبن ليها وكل شيء. وتولي ليا وكل شيء تديروا ليا. راه ما كاين غير الله. ما غينفعني، باغا تنفعني هي، ما غينفعني حتى واحد. ما ينفعني الا سيدي ربي تبارك وتعالى واللي خلقنا. هو ماشي حشومه مرا فهاد السن هذا جالسه كتكرف. الحاجه واش انت ما كاين حتى واحد من العائله ولا؟ لا ما عندهاش، ما عندها حتى شي واحد من العائله. يعني ما عندها لا عائله لا ولاد لا حتى شي حاجه، ما مجوجه ما والو. وكاين العائله ما كاينش ما با. ما عمرها تجوجات، ما عمرها تجوجات، ما عندها لا ولاد لا عائله لا حتى شي حاجه. فينا يعني ماما هي كتشوفها فهاد السن بغات تقرا. العائله العائله زعما العائله. فينا هما هاد العائله؟ ما كاينش اللي بان ليها بصفه نهائيه. ما كاين حتى واحد تيبان. شحال هي عايشه؟ شحال هي عايشه فهاد الحومه شحال؟
دابا سنين اخويا انا راه 30 عام كثر من 30 عام ويا انا ياك كنتي في السن ها كثر من 30 عام خلي تعاودنا خلي تعاودنا شويه عاودي لهم ام ورقي عاودي لنا الحاله ديالك كي كانت انت كتعيشي بوحديتك كيفاش كنتي شحال هادي كنعيش بوحدي تمشي لسعه يلا نمشي لسعه ونطلب الناس اللي تنعرفهم طلب اللي ما تنعرفش يعطيوني داكشي اللي قسم الله قلت انا كله صافي ما كتضحك على حد اللي عطاها شي كتاكلو ما لقات شي كتبقى جالسه مسكينه هي شوف غير هنا ها طبيلتها كي دايره كل مرقة منين العلم لله مفوقاش ها هادي هي الماكله ديالها كل خبز منين قريعه ديال الماء ها اللي الناس كاين اللي دخل لي عطاها شي حاجه كتشدها ها صافي غير خلي داك الشيء تما لا خليهم يشوفوا علاش يقول كاينين المحسنين وكاين اللي كيعاون يبانو هنا انا بغيتهم يبانو هنايا المحسنين بغيتهم يبانو هنا هذه حاله انسانيه الا ما يساعدوكش انت في هذا السن هذا سنعرفوا راسنا حتى حنايا بلا ما غادي نبقاو معولين على شي حاجه نعرفوا راسنا راه حنا في بلادنا وضايعين ما خصناش نضيعوا في بلادنا كل خصو يطالب على حقه دابا هادشي اللي كتخسر مسكينه هادشي اللي عندها وهادشي راه رايفين عليها به غير الناس عطيني امي عيشة امي رقية قلنا شنو بغيتي معند الناس امي رقية ها شنو بغيتي معند المحسنين شنو كطلبي بحقك من المحسنين لا تخامر الله ما تخامرش الله ما يعطيوش غنديرو عليهم بزز لا حاش امي رقية حتى حاجة ما بزز غير هي كتبان قدامهم هاد الحالة الإنسانية راه كتبان قدامهم دابا عاد خصهم يبانو ما كيبقاو يضحكو على عباد الله انتي راه دايزه فيك الطريق الخبز دايز فيك في هاد الساعه هادي ما راه دايزه هو شي انسان اخويا اللي غادي يحسن بهاد السيده هادي خاصها مرا بعدا اصلا خاصها وحده اللي تقابلها شنو بغيتي ام ورقيه خلي ام ورقيه نشوف قول ام ورقيه ها قولي له شنو بغيتي قالت لك كتوبي خاصها مرا اللي تجلس معاها تقابلها طيب ليها تغسل ليها تصبل ليها ما كاينش خاصها اللي يعطيها طرف ديال الخبز ما لاقياهش مازال مولات هاد البيت هذا راه مات الله يرحمها مسكينه هادي سنين كاع حنا الحومه كلها كنعرفوا هاد الشيء مقلده ولادها كتقول لهم ما تشدوش منها الريال حتى نهار اللي تموت ديك السيده تبقى بداك البيت واخا كاين وضو راه كيبغيو يخرجوها شحال من مره ودابا راه كل مره كيلقاوها فقمت مع بدا كيشدها زهايمر كل مره كيلقاوها فقمت واحد المره راه سيمانه وهي شحال شحال قلبوها سيمانه وما تيقلبوها هي وهي جيت سيدي موسى وما كاينش اللي عارفه لا حيه ولا ميته دابا كنطلبوا غير من المحسنين شي واحد يشوفوا لها اللي غادي يقابلها كاين شي دار العجازه اللي غادي يقابلوها خيريه تقابلها يديروا لها شي ممرضه معاها هي دابا مريضه في صحتها كلها كترعد كتبقاش باش تشري تاكله ديال الراس وحشومه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تيقول كاين المحسنين خصهم يبانو هنا كاين الجمعيات خصهم يبانو هنا كاين صحاب دار العجازه خصهم يبانو هنا سمعتي لما رقية خاص لي يحسن بك في هاد الساعه هادي الله تحسن بكل شيء الحمد لله والشكر لله ونعم بالله الحمد لله ربي ونشكره على رزقه وعلى فضله وعلى حسن نخدم في الحاضر شبعانه مسكينه من كل شيء شبعانه من كل شيء ما كتلقاش اللي غادي يكون بها كما لاحظتوا متابعي قناه شوف تي في في الدر المباشر من مدينه سلا كنعرفوا يعني الوضعيه اللي كتعيش هاد المرقيه يعني واحد الوضعيه اللي هي صعيبه وكناش المسؤولين يعني السلطات كيحاولوا يدخلوا في الحال لان السيده كتخرج وكت يعني كت كدير الزنقه ما تيعرفوهاش كيشدها زهايمر كتشحال 3 ايام 4 ايام 5 ايام
يعني يقدروا يتكرفسوا فيها يتكرفسوا عليها يعني كل قطع الطرق باش يكونوا عبايتين في الزنقه. المهم حنا هذه الحاله هذه خاصنا شي جمعيه تدخل يعني ولا شي طال خيريه ولا شي. المهم حنا ما كرهناش شي واحد يشدها عنده كاع ويتهلا فيها يحسب بحال مو هذه ويتهلا فيها السيده لانها كنشوف واحد الجنه في عينيها. ما كتشوف مسكينه حتى مزيان. ما كتشوف مزيان ما والو غير عينها راه ما كتشوفش راه غير عين وحده كتقيل غير ليها فيها. لا لا ما كتشوفش راه ما كتشوفش دابا حاليا. شنو كتحس وشنو كتشرب؟ قولي شنو اللي كتشرب؟ شنو كيضركم ورقيه؟ شنو كيضركم ورقيه؟ اش كيضرك؟ كيضرني العينين ديالو بدا ما تنشوفش بهم. عينيها ما كتشوفش بهم رجليها غير العكاز علاش راها معتمده صحتها كلها كتلعب زائد الزهايمر ايوا زعما النتيجه كلها ما بيناش قدامهم ما كيشوفوهاش. وكاين حالات اخرين نوريهم لك انا دابا حالات اخرين كاينين. كنطلب من الله ومن المحسنين الحاله كتبان قدامهم ها هي بكل وضوح مرا كبيره ما عندها لا عوين لا ولد لا بنت لا حتى شي حاجه بغات لي حسن بيها. فينكم اصحاب الجمعيات واصحاب الخيريات واصحاب دار العجزه وفينكم؟ ما هذه ماشي حاله انسانيه هذه اولا هذه ماشي صافي غير تمشي تموت مرا كبيره تمشي تموت ما تاكل ما تشرب راه حشومه وعار وعيط واحد شويه راه حنا كنا مسلمين راه حنا كنا كنشهدوا بشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله راه بغينا اللي يحسن بهذه السيده مرقية شي قولي شي كلمه اخيره قولي لي شي كلمه شي كلمه اخرى واش غادي نقول لك اسيدي انت ولا مني شتي كلشي راه كتقول لك راك انت شايف كلشي انت اولى منا انت كلشي بين يديك ما في يدي والو ما عندي ما ندير الا جيت نقول شي حاجه نقول انا خسرت لا حاجه ما عندي ما علاش خلينا الشعب خسرنا هذه خسرنا هذه اللهم كلشي من يديك هضري هضري في هذاك مرقي هضري في هذاك واش غادي نقول قولي داكشي اللي تيضرك اللي بغيتي اللي حاسه به خاص اللي يحسن بك اللي يكون بك اللي يقابلك شوفي اللي قابلني هو الله سبحانه وتعالى رفيع القلب الله يقنعنا باللي خلقنا يا ربي امين يا ربي لا في الدنيا ولا في الاخره يا ربي امين ما باش نقول لك زعما رانا نقول شي حاجه في الشعب ولا نقول شي حاجه في سميتو حرام ما نقدرش حال الشعب الشعب خصو يفيق من القلبه واحد شويه جا